الاول احب طبعا ابدا اعرف نفسي. انا اسمي دكتور نبيل فرج، استاذ امراض القلب طب عين شمس. واحب اتكلم على اللي احنا بنقول عليه فيزيشن ايدوكيشن او تعليم الاطباء. طبعا تعليم الاطباء ده بيشمل الكبار والصغار، احنا كلنا بنتعلم وهنفضل على طول نتعلم. التعليم او التعليم الطبي المستمر اللي هو بيشمل الاطباء اذا كان اطباء متحدثين او اطباء بيتلقوا العلم، ده حاجه مهمه جدا في حياتنا، لان دايما دي وسيله من وسائل التطوير العلمي والتحديث ومعرفه ما هو جديد في الطب. طبعا موضوع الفيزيشن ايدوكيشن ده حاجه من الحاجات المهمه جدا والحاجات الاساسيه، مش عندنا هنا في مصر بس، انما ده في جميع انحاء العالم. الفيزيشن ايدوكيشن ده بيشمل طرق كتير جدا، منها زي ما احنا بنعمل كده مؤتمرات ومحاضرات، منها حاجات عن طريق الانترنت، ومنها حاجات اونلاين، ومنها حاجات بتنقل، ومنها حاجات بتوصل للدكتور اذا كان بتوصل له في عيادته او بتوصل له في بيته، بعض المراسلات اللي فيها المجلات العلمية، بعض الحاجات الابحاث الجديدة وهكذا. احنا طبعا بنهتم جدا ان العالم تقريبا كله توحد من ناحية النظام علاج المرضى، يعني المفروض المريض اللي بتعالج في مصر يكون زي اللي بتعالج في أوروبا، زي اللي بتعالج في أمريكا، لأن هم حاطين إرشادات طبية واحدة. المفروض احنا بنتبعها، جميع أطباء العالم في جميع الدول بتتبع الإرشادات دي، وبالتالي المريض في أي مكان في العالم بيتلقى نفس طريقة العلاج. الإرشادات الطبية دي احنا بنحاول نعلمها الأطباء الصغار كتعليم وكمذاكرة وكتطبيق، يعني ازاي يطبق الحاجات دي عشان يفيد المريض بتاعه، لان هو لما بيعرف الحاجات دي كويس ويبدأ يطبقها ويعالج بيها المريض بتاعه، المريض في الاخر هو المستفيد، والدكتور طبعا مستفيد، لان طبعا المريض لما بيبقى كويس اكيد ده بينعكس على صورة الدكتور قدام المريض بتاعه. فالاهتمام بالتعليم وتعليم الاطباء دي حاجة في منتهى الاهمية. توحيد طريقة التعليم عن طريق اللي هي تعليم الإرشادات الطبية المتبعة في جميع أنحاء العالم دي حاجة برضو مهمة جدا، وإن احنا نفضل نتطلع لما هو جديد، لأن الإرشادات دي بتتغير مع الوقت، يعني كل شوية كل ما بتطلع أبحاث جديدة كل ما الإرشادات دي بتتغير، ما بيبقاش التغيير جذري، إنما بيبقى فيه تغييرات أو حاجات جديدة مع الوقت. طبعا لو الواحد ساب نفسه بيلاقي نفسه بعد بنسبة كبيرة جدا عن ما هو جديد في الطب. طبعا بالنسبة لأمراض القلب والحاجات دي اللي هي بتخصنا جدا، أمراض القلب فيها تحديث وتطوير بشكل سريع جدا، لازم نلحق اللي بيحصل بره، ولازم نتابع اللي بيحصل بره، ولازم نشوف ايه الأحداث، ايه الأبحاث الجديدة اللي بتتنشر وتتعمل يوميا. اللي منا بيقدر يسافر ويحضر المؤتمرات دي بيقدر يجيب المعلومات، ونعمل زي ما بنعمل احنا هنا في مصر مؤتمرات صغيره بحيث نقدر نوصل اللي احنا شفناه بره للاطباء الصغيرين. مش كده بس، طبعا دلوقتي بقى عندنا وسائل اخرى زي الانترنت والحاجات الاونلاين، نقدر نوصل لجميع انواع المعلومات الجديده عن طريق الانترنت بدون مجهود شاق زي السفر والحاجات دي. نصيحتي طبعا لجميع الاطباء متابعه ما هو جديد في العلم، يتعلموا كويس جدا، يذاكروا كويس جدا، لانه مش متابعه بس، لازم يكون يذاكروا كمان ويطبقوا بطريقه صحيحه وسليمه على مرضى، اللي في الاخر بينتج عنه مريض كويس، مريض سليم ودكتور سعيد. شكرا.